يا هلا وسهلا في مقدمة هذه الحلقة، نبارك لكم بالعشر الأواخر وتقبل الله طاعتكم جميعا. خلونا نشوف حلقتنا. رئاسة شؤون الحرمين تقوم بإجراءات احترازية إضافية في المسجد الحرام استعدادا للعشر الأواخر. نهنئكم بحلول العشر الأواخر من رمضان، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها عشرا مباركة، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يمن علينا بقيام ليلة القدر وإدراكها. سلسلة مطاعم البيك الشهيرة تتوسع وتفتح أول فرعين في المنطقة الشرقية وتحديدا في مدينة الدمام. من هنا نبتدي كل هذه الزحمة لوين رايحة؟ من قدام بوابة كلية المجتمع إلى وين؟ في الدمام. والله ودي أصدق إن هذه الزحمة مو باللي في بالي. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، بعد 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 نمشي 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 إلى وين؟ إلى وين؟ إلى بوابة البيك. إجازة عيد الفطر لهذه السنة تبدأ من اليوم للقطاع العام وتنتهي في 8 شوال، أما القطاع الخاص تبدأ من اليوم اللي بعد 29 رمضان، يعني يا 30 أو 1 شوال لمدة 4 أيام بس. واحد من أكثر مسلسلات متابعة هذه السنة عند السعوديين هو مسلسل البرنس. خلونا نشوف الحماس والتفاعل في هذا المقطع. بس أوف وعرب، ايش فيك بعرب؟ ترى مسلسل دب عرب. ايش فيك مسلسل تصوير؟ يعني مسلسل دب. بعد عمري البنت امها موتها، اخوها موتها، وبوستنا يعني بعدين. وسمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان يتفاعل مع طلب الراوي والمؤرخ محمد الشرهان في لقاء مع المديفر في نفس توقيت اللقاء. قلت لك فضلا على الناس، قل لي ليش؟ إيه؟ لأن الأمير بدر بن عبد الرحمن بدر بن فرحان وزير الثقافة سمعك قبل شوي أنت تقوله، وارسل لنا رسالة أنه هو بيعلن عن بيجمع هالكتاب وبيطبعه وبيهتم فيه. يلا يسلمك، ما نقصر. ولله الحمد، الخيرات والنعم تزداد على هالبلد المعطاء. أرامكو السعودية تعلن عن اكتشاف حقلين للنفط والغاز في الربع الأول من 2020. الرحالة عبد الله الجمعة يرحب بالعالم في السعودية في فيديو انشرى لجولة بالرياض باللغة الإسبانية. موي بوينس، سوي عبد الله الجمعة، إسكريتور دي فياخس دي رياض، لا كابيتال دي عربية سعودية. Después de años viviendo en España y viajando por todos los países de América Latina, hice muchos amigos generosos que me dieron la bienvenida a sus casas y me mostraron sus bonitas ciudades. ¡Hala, hala! مدينة الجبيل الصناعية كانت وما زالت تبهر الجميع بجمالها ووعي سكانها. نشوفكم يوم الأحد إن شاء الله في حلقة جديدة. اشتركوا وفعلوا التنبيهات أكيد، وفي أمان الله.